فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من الممكن أن نقول إن عدم التفات أئمة الدعوة إلى القصيدة المنسوبة إلى الصنعاني يكون دليلا على أنهم لا يظنون أن القائل هو الصنعاني بل قد قالها غيره؟ ما فهمت السؤال، تعيد السؤال. يقول حفظك الله، يقول: هل من الممكن أن نقول بأن عدم التفات أئمة الدعوة؟ ما كيف عدم التفات؟ إلا التفتوا وردوا عليها، أوعزوا إلى الشيخ سليمان رحمه الله ورد عليها وقرئت عليهم وأقروها. نعم، أقروا هذا الرد. نعم.